تفرق بين افراد اسره. لذلك هذا سر الثقل اللي نحس فيه على صدورنا لما نقعد مع عيالنا ومع حريمنا ومع نسائنا مع يعني مع اسرنا، لانه فعلا الشيطان يكره هذا الموقف ويريد ان يقبح لك وشينا لك. انت تطلع دكتور مع عيالك؟ انا اطلع وتكون احيانا لحظات ثقيله، لكن والله ما ان اصبر واتحمل حتى وانا اتحول لهم الى سائق احيانا حتى اشعر بالبركه وبما يفيض الله عز وجل علي. انت ما شاء الله جاي البرنامج جاي بزوجتك وولدك. انا جاي قبل كم يوم هني بعد هني. والله يا دكتور انا ايضا مجرب، يعني انا بالنسبه لي ايضا مثلك دكتور استمتع مع اولادي. تبي صدق واحد يفتك من شغله احيانا من عوار راس المسؤوليه وهم يبي يرتاح، بعدين العيال لما يشوفونك اياهم نفسيتهم تتغير. انا ما يهمني هم، يهمني انا صراحه، لن انجو ما لم اقدم اقوم بحقوقي تجاههم. نعم حنوزع المسؤوليات، ساعات نكون مشغولين، نعطي الامهات بعض المهام. مو لحد يفهم اني انا لما اقول الخادمه ولا نريد الخادمه، الخادمه تاخذ بعض المسؤوليات تعين، لكنها تعين في امور ثانويه. صح. شوف احنا ما نقول للناس اهلك وانفسكم، لكن ايضا ما نقول للناس والله افرحوا على هذا الوضع القائم ما دام واحد متولي ملبوف رازويها. تربيه الام والاب هم يتولونها، رازويها وشايل المهام، والله نص على الخدم، نص على المدرسه، ونص على الام الكادحه، وانت يرتاح يا ابني. ما هو صحيح دكتور. ليش بعض العيال يصارحون ابائهم وامهاتهم، وبعض العيال اصعب ما عنده ان يصارح امه وابوه؟ الصريح له وضعان، اما ان يكون محب مفتوح القنوات معه، او متبجح قليل ادب قطع الحبال وبالتالي ما يهمه عرف رايه ولا ما عرفه. طيب المحب هذا، المحب خذ كلامه على محمل الجد، لانه صديق صدوق، لانك ان جفوته وقطعته واعتبرت ان كلامه هذا قله ادب راح يقفل، واذا قفل صدقني سيكون مستودع سره واحد انت ما تقبل فيه، سيكون مستودع سره واحد انت ما ترضاه. انتبه. ليش وصل هذا المرحله انه يصارح الموضوع حبا، واحد وده بس ما يلقى مجال انه يصارح الموضوع؟ الفرق هو التدريب على المسؤوليه. عادة اللي صارح مدرب على أنه يتحمل المسؤولية، يقول لك أنا جزء من المسؤولية حتى لو زعلوا أنا بتحمل، أنا لازم أتحمل لأنه أنا دربت على المسؤولية وأنا شريك وأنا كامل الأهلية. الآخر لا، يقول لك أنا أخاف وأفعل وأترك كذا، فيطور نفاقا مبكرا، يقول خلهم كيفهم، بالنهاية أنا بمشي على اللي أنا عليه وهم مو بالضرورة. وما يكتشف الأب والأم إلا بعد ما ولدهم خطأ مراحل كبيرة وصعب العلاج يصير. أيه. دشيت موضوع حلو، المسؤولية. شلون اخلي ولدي يتحمل مسؤوليه وبنتي تتحمل مسؤوليه؟ على سبيل المثال دكتور، الان ناس يتزوجون لا كفوا زواج ولا هي كفوا تصير ام ولا زوجه، لان ما تربوا على المسؤوليه من الصغر. والولد شلون؟ والولد مثل نفس الشيء. شلون اربيهم على تحمل المسؤوليه؟ تحمل المسؤوليه ان نكون شجعان احنا كاباء، فنخلي اولادنا ياخذون قرارات حتى لو اخطاوا، ونبطل الشعور بالرحمه هذا الزائف اللي يقول عنه الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: أشفقوا على أولادكم من إشفاقكم عليهم. يعني بعض الشفقة ظلم للولد، بعض الشفقة حرام لأنها مدمرة للمسؤولية. يا أخي الطير يدز ولده حتى يطير، والسبع يضرب ولده حتى يقول أروح أصيد، إلا إحنا نظل نحافظ عليه حتى الدكان ما نخليه يروح يشتري؟ ليش يا أخي؟ شوف ما نحمله مسؤولية، نخاف على اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك، إلى أن يطلع الولد يلدر أخوه، لو طلع حاجته اي نسمه هواء خيخه ما يسوي شيء كلش ولا طحلب طحلب. أيوة. شوف لا لا، انا اعتقد المطلوب هو التدريب المبكر على المسؤوليه وتحمل نتائج الاعمال. الياهل عندنا اذا عثر ولا دعم الطوفه تجي الام تطق الطوفه، الطوفه ما هي مسؤوله، طوفه صماء، قولي له انت اثول ودعمت، ما تقولي له اذا يعني اذا صح قولي له يا ولدي ايش اسوي فيك، الطوفه مكانها وانت اللي تتحرك. هذا الاحساس عند الام بان ولدي هذا يجب ان ينشئ ليكون خليفه لله عز وجل في ارضه يقتضي تدريبا مبكرا على المسؤوليه. دشينا موضوع ايضا يمكن اهم من الاطاف هذا كله. دكتور انا ولدي ودي كل شان في الامه الاسلاميه كلها بل في العالم. انا ما ودي ولدي يصير حاله حال الناس كلها يعني رقم بس، لا انا ولدي ودي يكون قائد للامه، ودي يعني يخترع اختراع ينقذ البشريه، انا ودي ولدي الناس واجعلنا المتقين اماما، يعني ما في باس الانسان يدعو لنفسه انه يكون امام للمسلمين. شلون ولدي اوصله للمستوى؟ احلم احلم حلما مبكرا. انت تدري ان اولادك اللي ربيتهم الان من متى وانت قاعد تربي فيهم؟ من صار عمرك 13 سنه. لما نهزت الحلم يا شيخ نبيل كان عندك صوره عن الزوجه، صوره عن الولد، كان عندك مخطط مثل مخطط اللي رسمه هذا المهندس قبل ان يبني هذا المعمار الجميل. هذه الصوره عندما تنشا مبكرا في اذهاننا عن ازواجنا وعن اولادنا نعان باذن الله عز وجل على تنفيذها. اما واحد يجون عياله ما يدري ليش عياله جايبهم وليش زوجته تزوجها، ثم بعدين يمضي الوقت وبعدين يقول تعال انا شلون اسوي قائد؟ احنا نقول له اوجد صوره، اوجد حلما، اوجد نبوءه صالحه.
بشأن هذا الولد ستتحقق منه. أعطي خطوات عملية دكتور. ففكر اقعد أنت أعرف شنو هم الأمة وما هي احتياجات الأمة. يعني إحنا أولادنا ترجع نقول لهم يقولون سمعوا يا أولادي إحنا نرديكم لزمان غير زماننا. إحنا في اجتهادنا أن الأمة محتاجة كذي، لكن أنتوا الأدرى في غدا ما هي احتياجات الأمة. يقول عمر رضي الله عنه نشوا أولادكم أو ربوا أولادكم فإنهم إيش يعيشون لزمان غير زمانكم. عطى العدة عطى الهم. لا قول له شوف أحوال أمتك وانفعل بها وقدم لها شيئا. الأمم الثانية دكتور يعني عندهم مؤسسات دولة تهتم بهؤلاء الناس الموهوبين اللي عندهم قدرات يعني شوية تختلف عن غيرهم، مدارس خاصة تصير لهم، الحكومة تتبنى. احنا دولة ما في تصدقوا مو كذي. الأمم الثانية عندهم أمهات وهي تهز الأريكة لبو سنتين ونص تحكي له حكايات عن العظماء. وجدوا علميا أن اللي أمة تحكي له عن العظماء عظماء أمته بالذات وعن الهموم الكبيرة قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذه الأمم هي اللي تخرج العظماء. إحنا يعني اليوم نهز الأريكة هندية مسكينة ولا فلبينية ولا مع احترامنا لكل الجنسيات إذا بتسولف لا بتسولف لا يعني أو أغاني للأسف تافهة ما لها أي معنى حفظتها من أغنية فلانة وقاعدة تغنيها للولد. يعني هل أنا أقص على ولدي قصة مثلا أبو بكر ولا خالد بن وليد ولا الإمام علي ولا يا سلام يصير كذي؟ يا سلام. لأن طبعا احكي له عنهم في طفولتي، احكي له عن ابراهيم عليه السلام في طفولتي، احكي له عن عيسى السلام في طفولتي وكيف انه صار انسان عظيم. انت اخي الكريم يقول هو نابليون يقول ان الام التي تهز اريكه الطفل يتكلم عن نفسه طبعا الصغير تهز العالم باليد الاخرى. لما؟ لانها تؤسس فيه الحلم وتؤسس فيه الهمه اللي تجعله يغير العالم. دكتور تصدق ان البرنامج وقته تقريبا خلص حبيبي الله بس انا مع هذا ابي رساله منك للامهات للاطفال اي شيء يطلع من قلبك لهم يا سيدي. الامر ممكن الامر وليس بمستحيل ان يكون في امتنا عظماء وان تكون امهاتنا يصححن الوضع. مش مستحيل. يقولون رولينج ستونز نيفر كاتش ماس بالانجليزي، يعني الاحجار المتدهرجه ما يعلق عليها الطحلب بس نتحرك. احنا امه متحركه. اني رايت وقوف الماء يفسده ان سال طاب وان لم يجد لم يطيب. التصحيح ممكن بس نشرع بالتعلم والتحلم والتدريب امر الله. واحنا وجدت والله ان يوقفوني يا شيخ نبيل في الشارع جزاك الله خير يا دكتور غيرنا مسار حياتنا من برنامج واحد شافه او مجموعه برامج. فانا بعتقد ان الامر ممكن والمساله ان شاء الله بامر الله عز وجل ميسوره. اشكرك شكر جزيل دكتور ابراهيم الخليفي، نشكر ضيفنا في هذه الحلقه في مكان جميل صراحه واليهال حولنا. وحساف اخر شيء بك الياهل، ليش بكيت حبيبي؟ ليش بكيت؟ خلاص خلاص نلقاكم ان شاء الله في حلقه من الحلقات الاخرى من برامجكم مشاهد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس 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 حبيبي بس بس بابا بابا براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. 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 يفرح شفاها بأسكى العطور بذكر وشكر لرب قدير. يفيض علينا بخير وفير فنعمة الإسلام سر السرور. العطور بذكر وشكر لرب قدير. يفيض علينا بخير وثير فنعمة الإسلام سر السرور. فنعمة الإسلام سر السرور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت عيوني وهب للثبات بين المقاصد قبل الفوات. إلهي عيوني وهب للثبات بين المقاصد قبل الفوات. عيك قصص الحياة وتا
تلك المشاهد تلك العظام.